طابت أوقاتكم. البداية مع العناوين. كورونا من الاحتواء إلى الانتشار، ووزير الصحة لا للهلع ولا للدلع. مجلس الوزراء يحسم غدا قرار اليوروبوندز وكلمة مرتقبة لدياب. السفير الفرنسي للأو تي في: هذه حكومة الفرصة الأخيرة ونحن قررنا العمل معها. التشكيلات القضائية بين أخذ ورد وموقف لافت للقاضية غادة عون. مكتب الإعلام في بعبدة: الرئيس ليس طرفا في النزاعات عموما والقضائية خصوصا. مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة التي تبث أيضا عبر الموقع otv.com.lb وإذاعة صوت المدى. السبت 7 أذار 2020 يوم تاريخي، ليس فقط لأن مجلس الوزراء سيجتمع بعد اجتماع اقتصادي ومالي في قصر بعبدة لاتخاذ القرار في شأن اليوروبوندز، بل لأنه سيطلق صافرة الانطلاق لإعادة النظر جديا بالواقع الاقتصادي والمالي السيء برمته، لوضعه على السكة الصحيحة مرة أولى وأخيرة على ما يأمل اللبنانيون. ساعات قليلة ونعرف القرار، ولا داعي لاستباق الجلسة بمزيد من التحليلات أو التكهنات، لأن المطلوب في هذه المرحلة أعلى قدر من الوحدة الوطنية حتى يبدأ تجاوز البلاد للمحنة التي أوصلتها إليها سنوات 30 من سوء الإدارة السياسية والاقتصادية والمالية حتى لا نقول أكثر. وفي الموازات، شكل تجميد قرار القاضي علي إبراهيم في حق المصارف إلى جانب ملف التشكيلات القضائية مادتين دسمتين للمواقف السياسية اليوم، في وقت يتركز اهتمام اللبنانيين قبل كل شيء على الموضوع الصحي، خصوصا أن وزير الصحة أعلن اليوم أننا انتقلنا من مرحلة احتواء فيروس كورونا إلى مرحلة انتشاره. وعشية الجلسة المفصلية لمجلس الوزراء، خص السفير الفرنسي في لبنان الأو تي في بحديث خاص فند فيه موقف بلاده من التطورات اللبنانية، مشيرا في سياقه إلى أن حكومة الرئيس حسان دياب هي حكومة الفرصة الأخيرة، ومؤكدا أن باريس قررت العمل معها، إذ لديها مهمة معقدة والمطلوب أن تأخذ قرارات حازمة لمعالجة أزمة الدين. أمتى منفكر بلبنان؟ لما كل مشاويرنا بتكون بلبنان ومنشجع مشاريع جديدة وناس منحبهم. أهلا، تفضلوا شرفونا، تفضلوا. هيدي أطيب بطاطا، بطاطتنا. تفضل. لك صحتين يا شباب. لما مندعم كل منتج لبناني ومنفتخر إنه تصنع بلبنان، منفكر بلبنان بكل فرصة منعطيها للشباب ليضلوا عنا وما يهاجروا. لما منشتري كل غرض من هون لأنه منعرف إنه مردوده باقي هون. كل ما نحرك اقتصادنا منكون عم نفكر بلبنان. إطلالة حصرية للسفير الفرنسي عبر الأو تي في. ففي أول مقابلة تلفزيونية له منذ 17 تشرين الأول وعشية القرار بشأن استحقاق اليوروبوندز، ما هي الرسائل التي يوجهها؟ الجواب مع الزميلة جوال بويونس. À la veille de la décision du gouvernement libanais à propos des eurobonds arrivant bientôt à échéance, est-ce qu'il y a un conseil de la France au Liban? Écoutez, c'est un sujet de souveraineté nationale, donc je ne vais pas me prononcer à la place du gouvernement, surtout à deux jours où le gouvernement va prendre lui-même une décision. Je veux dire, le gouvernement est face à ses responsabilités, parce que le Liban traverse une crise grave, une crise de liquidité, une crise économique. Il doit prendre des décisions impératives sur le traitement de la dette. Je veux dire, on espère qu'il va prendre des décisions. Je veux dire, le gouvernement Diab est au travail depuis maintenant presque un mois. Je veux dire, il est important qu'il rentre dans le vif du sujet en traitant ce qui affecte lourdement les équilibres de ce pays. Le Liban a demandé une assistance technique du FMI, mais il y a une crainte à ce que cette assistance se transforme en un programme financier. Vous trouvez que cette crainte est justifiée? Non, je ne trouve pas que cette crainte soit justifiée, parce que le FMI n'imposera rien au Liban. Le Liban est un pays souverain, il a demandé des conseils techniques
au FMI qui le lui a apporté pour les quelques jours qu'il a passé ici. Je veux dire, le FMI ensuite a un certain nombre de recettes qu'il peut proposer, mais rien ne sera imposé au Liban. Je crois qu'il ne faut pas rentrer dans un débat où il faudrait poser la question d'une sorte de sorte à ce qu'on réponde oui ou non. C'est pas oui le FMI ou non le FMI. Il faut discuter avec le FMI, discuter des outils qu'il a à la disposition du Liban, et c'est le Liban qui choisira, in fine, le plan qu'il voudra bien imposer au pays. Mais si le Liban souhaite que le FMI s'implique davantage, il devra nécessairement, je veux dire, prendre à bord un certain nombre d'exigences du FMI. Mais tout ceci sera négocié, rien ne sera imposé. Vous trouvez que le Liban est capable de sortir de cette crise sans l'aide financière du FMI ? Écoutez, le Liban est dans une situation très difficile. Je veux dire, le gouvernement Diab a vraiment une tâche compliquée. C'est le gouvernement de la dernière chance. Il a des mesures à prendre à court terme. Il a des mesures à prendre à moyen terme. Ce que nous lui demandons, ce qui est demandé au Liban pour qu'il se redresse, est connu depuis longtemps. Il y a eu Cèdre en avril 2018. Il y a eu le groupe international de soutien à Paris le 11 décembre 2019. La feuille de route, elle est tracée. Je veux dire, on sait très bien quelles sont les réformes qui doivent être conduites dans ce pays. Il faut les conduire sans tarder, sans tergiverser. Je veux dire, en plus, il y a ce problème d'échéance de liquidité à très court terme pour lequel une décision rapide doit intervenir. Elle interviendra dans un univers qui est plein d'incertitudes, mais il faut que le Liban s'engage dans une voie qui montre clairement le choix économique qu'il fait. Mais quelle est l'origine de ces réformes demandées ? L'origine de ces réformes demandées, vous le savez, c'est le déséquilibre financier de ce pays qui a un déficit commercial, un déficit budgétaire, maintenant un déficit de la balance des paiements. Vous savez très bien que le dossier électrique, c'est 40% du déficit budgétaire, c'est 40% de l'endettement public cumulé, c'est énorme. Donc travailler sur un dossier aussi stratégique que celui-ci, pour lequel un plan a déjà été tracé il y a presque 10 ans, et pour lequel pas grand-chose a été fait, c'est un peu dommage. Je veux dire, c'est là que se situent les marges de manœuvre de l'État de demain. Le ministre de l'économie français, Bruno Le Maire, a déclaré que la France est toujours prête à aider le Liban. Pourtant, il a fait appel à ne pas mélanger entre le rétablissement économique du Liban et les efforts menés ou déployés par les États-Unis face à l'Iran. Est-ce qu'il y a deux points de vue opposés entre la France et les États-Unis par rapport au Liban et l'économie libanaise ? Vous savez que la France, pour la France n'est pas indifférente à ce qui se passe au Liban. Je veux dire, nous avons une longue histoire avec le Liban et nous avons toujours été les amis des Libanais, les bons comme les mauvais jours. Donc nous ne sommes pas favorables à une déstabilisation du Liban, quelle qu'elle soit, qu'elle soit politique ou qu'elle soit économique. Je veux dire, c'est la raison de la déclaration du ministre des Finances. Pour autant, le ministre des Finances ne change pas la ligne qui est la ligne française depuis maintenant plusieurs années, à savoir que le Liban doit se réformer et que s'il veut obtenir une assistance effective de la France et de ses partenaires, parce que la France peut tirer les partenaires dans la bonne direction, y compris les États-Unis, le Liban a des efforts à faire. Donc nous discutons constamment avec les États-Unis qui ont un angle d'analyse des affaires régionales qui est différent d'une autre. À cause de Hezbollah. À cause du Hezbollah, je dirais. Nous avons des divergences d'analyse sur ce point parce que nous faisons privilégier l'angle sous lequel nous ne voulons pas que le Liban soit déstabilisé. Comment vous voyez la performance du nouveau cabinet Diab jusqu'à présent et considérez-vous que c'est le gouvernement de Hezbollah ? Non, je veux dire, le gouvernement Diab, je veux dire, est le gouvernement de la dernière chance. Nous avons décidé de travailler avec lui. J'ai vu à plusieurs reprises le Premier ministre, j'ai rencontré ses ministres et nous lui avons dit trois choses très simples, qui est, vous avez des réformes à faire, je veux dire, et ces réformes, vous savez qu'est-ce qu'elles sont. Je veux dire, vous avez une feuille de route issue de Cèdre, vous avez une feuille de route issue du groupe international de suivi qui s'est réuni à Paris, vous devez mettre ceci en œuvre sans tarder et sans procrastiner. D'autant plus que ce gouvernement est vu comme un gouvernement monocolore, donc il a démontré qu'il a cette volonté de sortir le pays de son marasme économique, indépendamment des options politiques qu'on lui prête. Je veux dire, la deuxième chose que nous lui avons dit, c'est qu'il faut qu'il change de méthode. Il faut travailler collectivement, c'est une équipe, il faut éviter de travailler en silo. Et je pense que cet appel a été entendu, parce que le gouvernement travaille beaucoup, d'après ce que je sais. Il a multiplié les forums interministériels, ce qui est la bonne méthode pour avancer, en mêlant tous les ministres qui sont concernés autour de la même table.
Et nous lui avons dit, enfin, il faut communiquer, parce que les gens sont inquiets. Ici, la population est en souffrance, elle a besoin de savoir vers quoi se dirige ce gouvernement, et il faut parler pour éviter que la rumeur ne remplace la véritable information. Depuis la formation de ce cabinet, cabinet Diab, du nouveau cabinet, plusieurs questions ont été posées à propos du sort des fonds de Cèdre. Est-ce que la France est toujours prête à soutenir le Liban dans ce cadre spécialement? Cèdre est toujours là. Cèdre est un très bon outil. Cèdre a été conçu pour relancer la croissance profonde de ce pays. Cèdre, c'est 280 projets qui ont été hâtivement regroupés dans une enveloppe qu'on appelle le CIP. Il faut le mettre en œuvre. Il y a des réformes qui doivent être conduites pour que les investissements viennent au Liban. Mais il y a surtout quelque chose qu'on a répété pendant 2 ans. Je veux dire, il faut que le gouvernement nous dise quelles sont ses priorités. Je veux dire, parmi les 280 projets, quels sont les 10 projets prioritaires pour ce pays? Le Liban est un petit pays, il n'a pas besoin d'avoir 280 projets mis en œuvre en même temps. Il suffirait de quelques projets qui soient lancés et qui soient priorisés par le gouvernement pour qu'on sente l'effet de ces projets sur la croissance. Lorsque le précédent gouvernement a rencontré Bruno Le Maire à Paris, c'était la mi-octobre, il y avait autour de la table une douzaine d'entreprises françaises, de grosses entreprises françaises qui étaient prêtes à venir au Liban. Et la question qui se posait, c'est quelles sont vos priorités? Cette réponse, cette question est toujours sans réponse. Sans réponse jusqu'à présent. Sans réponse à ce jour. On a entendu que vous avez adressé une invitation officielle au Premier ministre Hassan Diab pour visiter la France. Est-ce vrai? J'ai dit au Premier ministre qu'il serait toujours le bienvenu en France. Et quand il s'annoncerait, nous trouverons le temps de le recevoir. Effectivement. Je voudrais poser une question à propos de la visite du ministre des Affaires étrangères, Nassif Hatte, à la France. Elle était fructueuse ou non? C'était une très bonne visite, parce qu'il y avait longtemps qu'il n'y avait pas eu une rencontre bilatérale. Nassif Hatte est un bon professionnel, il est très connu à Paris, il est très apprécié à Paris. Il a passé 1h15 avec le ministre. Le ministre lui a répété la position que je vous ai dite, qui est celle d'ailleurs de Bruno Le Maire. Et Nassif Hatte lui a présenté les enjeux du gouvernement en termes de politique régionale. Il a beaucoup mis l'accent sur la volonté du Liban de recentrer sa relation avec les pays arabes, je veux dire de recentrer sa relation pour démontrer précisément qu'il n'est pas le gouvernement qu'on dit à l'extérieur. Il voudrait pouvoir démontrer le contraire. Et les propos qu'on a tenus au ministre des Affaires étrangères, c'est que le discours d'une association, c'est bien, mais il faut des preuves. Il faut le mettre effectivement en application, je dirais, et que ce gouvernement sera jugé à l'aune des preuves qu'il apportera dans ce domaine. La révolution libanaise continue toujours. Parfois, il y a des rues bloquées. Est-ce que vous trouvez que cette révolution est soutenue par des partis étrangers ou des forces extérieures? Je ne crois pas du tout à ces théories complotistes. En fait, je veux dire, l'économie va mal, les Libanais perdent leur emploi. 220 000 emplois perdus sur 800 000 dans le secteur privé, c'est énorme. Je veux dire, les gens sont inquiets de leur avenir, les jeunes pensent à partir, les cadres pensent à partir. Ce qui est très inquiétant ce matin, j'avais une réunion avec les entreprises françaises qui travaillent au Liban et qui me disaient « nos cadres souhaitent partir, on se demande avec qui on va diriger nos entreprises demain ». Et c'est normal, cette manifestation, il y a une souffrance dans ce pays qui n'est pas le fruit de conseils qui sont donnés par l'étranger, ce qui est le fruit d'une vraie réalité à laquelle la classe politique doit répondre. Le Liban a lancé jeudi passé ses premières explorations offshore en un jour qui était historique. Comment vous avez vu ce pas? Surtout que le Liban est frappé par une crise économique assez aiguë. Écoutez, c'est un développement qui est très positif, il y a longtemps qu'on l'attend. Je veux dire, le bateau est sur place, il a commencé à forer, je veux dire, il en a pour 2 mois. 2 mois avant qu'on connaisse les premiers résultats, on espère de tout cœur qu'ils vont être positifs, je veux dire, ce qui n'est pas encore certain. Mais en tout cas, le fait que le Liban ait un gisement de gaz important, je veux dire, serait une très bonne nouvelle pour le moral du pays et pour l'économie du pays. Donc. Surtout qu'il est mené par Total. Oui, par un consortium qui est conduit par Total, qui connaît bien son métier, qui ne connaît pas entièrement les zones dans lesquelles il est en train de forer. C'est la raison pour laquelle il y a une incertitude, mais on espère que les choses vont bien se passer. Le monde entier est en état de guerre contre le coronavirus. On a entendu dire que la France envisageait aider le Liban dans ce cadre pour lutter contre ce virus. Est-ce vrai? Si oui, quelle est la forme de cette aide? C'est exact. C'est une aide qui a été demandée à la fois par le directeur général de la Santé, qui a été réitérée par le ministre des Affaires étrangères à Paris. Et j'ai pu dire ce matin au ministre Hatte que nous allions apporter une aide effective qui va arriver demain après-midi.
je veux dire, à l'aéroport, qui sont du matériel pour lutter en lieu contaminé, qui du matériel. C'est une livraison assez importante, je veux dire, de choses qu'on ne donne pas à tout le monde. Parce que même en France, vous savez qu'on a réquisitionné un certain nombre d'équipements pour les mettre de côté. On va en passer une petite partie, je veux dire, à nos amis libanais pour qu'ils puissent lutter dans les hôpitaux qui sont concernés avec un maximum d'efficacité. Merci, Votre Excellence. كل الأنظار إذن إلى قرار الحكومة اللبنانية بشأن اليوروبونز غدا، اجتماع مالي اقتصادي نقدي في قصر بعبدة، تليه جلسة حاسمة للحكومة فيما رئيسه يوجه كلمة للبنانيين بعد الظهر. فماذا عن مرحلة ما بعد القرار؟ تقرير جويس نوفل. عند 6:30 من مساء الغد سيوجه رئيس الحكومة حسان دياب كلمة إلى اللبنانيين تتمحور بشكل أساسي حول قرار الدولة اللبنانية النهائي بالنسبة لليوروبوند، وسيكون الشأن المالي والاقتصادي والنقدي حاضراً بطبيعة الحال. وقبل هذه الكلمة ستعقد في قصر بعبدة جلسة للحكومة تبحث حصراً في هذا القرار، وسيسبقها الاجتماع المالي الثاني بحضور رئيس الجمهورية ورئيسي مجلس النواب والحكومة ووزراء المال والاقتصاد والدفاع وحاكم مصرف لبنان ورئيس لجنة المصارف، بالإضافة إلى الخبراء والاستشاريين. وعلى ضوئه سيتخذ القرار الذي حتى كتابة هذا التقرير لا توجه معين بعد بشأنه. في قراءة الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجيئة، فاجتماع قصر بعبدة أساسي والاحتمال الأكبر دفع جزء من الاستحقاقات المفروضة. الاجتماع بكرة هو اجتماع أساسي، لأنه إذا بتشوفي عم تاخدي الأشخاص أصحاب القرار مجموعين كلهم برعاية الرئيس، ورايحين يقرروا ويشوفوا شو هن الخطوات القادمة. أنا باعتقادي الشخص القرار رح يكون هو أغلب الظن أنه رح ندفع جزء من الاستحقاقات يلي مفروضة علينا للمرحلة القادمة، يلي هي يمكن تكون أغلب الظن للفوائد حتى تسحبي الحجة القانونية قدام الحاملين السندات أنهم يروحوا يرفعوا دعاوى على الدولة اللبنانية نهار الثلاثة بنيويورك. يرى عجيئة أنه أيا كان قرار الدولة اللبنانية فالمرحلة المقبلة ستكون حساسة ومحفوفة بالمخاطر. شو ما كان يكون قرار الحكومة، شو ما كان يكون توجهها، المرحلة ابتداء من بكرة أنا باعتقادي فتنا بمرحلة حساسة، مرحلة رح تكون محفوفة بالمخاطر، بده يكون فيها تشدد بتطبيق القوانين مثل حالة الصرافة، مثل حالة الانضباط المالي، التهريب الجمركي إلى مونيرك، حتى نقدر عن جد نقطع هالمرحلة على خير وسليمة. وتبقى النقطة الأساس خطة واضحة إنقاذية من قبل الحكومة. الخطة الإنقاذية بدها تكون واضحة، وهذه بدها تشمل كل شيء، بدها تشمل شو بدها تعمل بهالمرحلة القادمة، كيف بدها تعالج المشاكل اللي موجودة، كيف بدها تراقب وإلى ما هنالك. وهذه إذا قدرت تقنع فيها الأسواق والمواطنين، نحن باعتقادنا أنه تقطع هذه المرحلة على خير وسليمة. وارتفاع الدولار بهاليومين الماضيين هو بيعكس شئتي أم أبيتي الرأي العام كيف محقون هذا، أنه ما عاد مش عارف شو موقف الحكومة، إذا بدنا ندفع ما بدنا ندفع، وإذا ما دفعنا يي آخر العالم، أو إذا دفعنا يعني راحوا مصرياتنا. فإذا فيها الضياع هذا، هلأ بكرة من المفروض أنه الأمور تتوضح. قبل ساعات على استحقاق اليوروبوند، كل الأنظار أولاً إلى قرار الدولة اللبنانية، وثانياً إلى انعكاسات هذا القرار اقتصادياً ومالياً وسياسياً وشعبياً. ساعات حاسمة تترافق مع اتصالات واجتماعات في محاولة للنهوض من مسار 30 سنة من السياسات الاقتصادية وغير الاقتصادية. واليوم أصدر مصرف لبنان تعميماً لمؤسسات الصرافة بشأن تنظيم المهنة، وقد طلب فيه التقيد استثنائياً بحد أقصى لسعر شراء العملات الأجنبية مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى نسبة 30% من السعر الذي يحدده مصرف لبنان في تعامله مع المصارف. كما طلب الامتناع عن إجراء أي عمليات صرف لا تراعي النسبة المحددة في المادة المعلنة، كما طلب عدم اعتماد هوامش بين سعر البيع وسعر الشراء للعملات الأجنبية يخرج عن العادات المألوفة، وعدم التوقف عن القيام بعملية الصرافة بكافة أنواعها، ويعمل بهذا القرار لمدة 6 أشهر من تاريخ صدوره. التشكيلات القضائية التي وقع عليها مجلس القضاء الأعلى تثير بلبلة في أروقة قصور العدل. القاضية غدا عون تلوح بالاستقالة، وقضاة آخرون يسألون عن كيفية اعتماد معيار الأقدمية. تقرير لارا الهاشم.
أنجز مجلس القضاء الأعلى التشكيلات القضائية بعد أسابيع من النقاشات وشد الحبال التي اعتمدت من حيث المبدأ الإنتاجية والكفاءة والأقدمية، لكن بعض التشكيلات لا سيما في المراكز الحساسة أثار بلبلة في العدلية بعد أن اعتبر تصفية لحسابات سياسية من قبل معنيين، خاصة أن بعض القضاة شكل في مواقع أقل أهمية من تلك التي كان فيها. الموقف الأبرز كان القاضية غادة عون بعد نقلها من مركز مدعي عام جبل لبنان إلى مركز مستشار في محكمة التمييز، مؤكدة أنها ستضع استقالتها في عهدة رئيس الجمهورية هي التي كانت قد التقته اليوم. فقد اعتبرت القرار في اتصال مع الأوتيفي بمثابة مقبرة بعد أن كانت تحرك دعاوى الحق العام. عون قالت: أنا أنعي موضوع محاربة الفساد في هذا البلد، معتبرة أن القرار انتقامي رغم أنه كان متوقعا بعد أن حركت كل ملفات الفساد التي وصلتها في القضاء وقوى الأمن والجمارك والنافعة وقروض الإسكان، علما أنها كانت المرة الأولى في لبنان التي يتم الادعاء فيها بموجب قانون الإثراء غير المشروع. وأضافت عون عبر الأو تي في أنها ليست طامحة إلى المراكز، وإنما متمسكة بمركزها من أجل أدائها رسالة مكافحة الفساد. التشكيلات القضائية قضت أيضا بنقل قاضي تحقيق الأول في الشمال سمرندا نصار إلى مركز قاضي تحقيق عسكري، علما أن عون ونصار هما الوحيدتان اللتان ادعيتا بجرائم تبييض الأموال. القاضي رولان شارتوني أيضا نقل من مركز مفوض حكومة معاون إلى مستشار بالاستئناف، ورئيس محكمة جنايات الشمال قاضي داني شبلي نقل إلى مركز مستشار بالاستئناف. ومن بين التشكيلات التي أثارت تساؤلات أيضا كان نقل مفوض الحكومة المعاون القاضي هاني حلمي الحجار إلى مركز مستشار بالاستئناف، وهو مركز يمنح لقاض درجة رابعة، علما أن الحجار هو اليوم في الدرجة 13.5. وفيما لم يتخذ الأخير قراره بعد حيال نقله، تسأل أوساط عن اعتماد معياري الأقدمية والكفاءة، علما أن الحجار كما القضاة السابقين ليس محالا إلى التفتيش القضائي أو ملاحقا بأي شبهة على عكس قضاة آخرين شكلوا إلى مراكز أرفع، كما أن نقله ليس استجابة لطلبه السابق بنقله نتيجة خلافه مع القاضي بيتر جرمانوس. وفيما رأت أوساط أن بعض التشكيلات قصد تهميش دور قضاة معينين، بعضها الآخر أنصف عددا كبيرا من القضاة الكفؤين الذين شكلوا إلى مراكز أعلى انطلاقا من مبدأ الأقدمية الذي شدد عليه رئيس الجمهورية من أجل حماية القضاة وعطائهم حافزا للعمل. مشروع التشكيلات لم يصل إلى رئاسة الجمهورية بعد لإصداره بمرسوم بعد توقيع وزراء العدل والمال والدفاع ورئيس الحكومة، في انتظار أن تطلع عليه وزيرة العدل لإبداء ملاحظاتها في ضوء المعايير الموضوعة، علما أنه يصبح نافذا بتصويت أكثرية 7 من أعضاء مجلس القضاء الأعلى في حال حصل تباين بين موقفه وموقف وزيرة العدل. بعدما نشرت صحيفة النهار ونداء الوطن في عددهما الصادرين صباح اليوم معلومات خاطئة عن دور لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون في مخص الإجراء الذي اتخذه المدعي العام المالي في حق عدد من المصارف، وفيما تناولت وسائل إعلام أخرى الموضوع نفسه من زاوية مختلفة، توضيح من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية. المكتب الإعلامي في بعبدة أشار إلى أن رئيس الجمهورية انطلاقا من مسؤولياته الدستورية ولا سيما بموجب القسم يسهر على احترام القوانين ومنع أي خلل في تطبيقها وفي كل ما يمكن أن تكون له مضاعفات سلبية على الاستقرار الأمني والاقتصادي والمالي في البلاد، من دون أن يكون لفخامته أي موقف تجاه هذا الفريق أو ذاك، أو أن يكون طرفا في النزاعات عموما والقضائية منها خصوصا. وأضاف أن مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية يهيب مجددا بوسائل الإعلام على أنواعها مراجعته في كل ما يتعلق بمواقف رئيس الجمهورية لئلا يؤدي تكرار نشر معلومات كاذبة أو مختلقة إلى اللجوء إلى القوانين المعتمدة والتي ترعى مقاربة الخبر الكاذب والرواية مختلقة. انتقلنا من مرحلة الاحتواء إلى مرحلة الانتشار. كلام لوزير الصحة حول فيروس كورونا داعيا إلى عدم الهلع ومشددا على وقف الدلع. بالحالات اللي تسجلت اليوم نحن طلعنا من الحالة الأصغر، طلعنا من مرحلة احتواء الفيروس. نحن اليوم عندنا انتشار للفيروس، للأسف عندنا هلأ حالتين أو ثلاثة مجهولة المصدر. انطعنا بمريض إجا من مصر، انطعنا بحالة إجت من لندن، واليوم عندنا حالتين، يعني صار عندنا 4 حالات مجهولة المصدر، عم نشتغل
للتتبع. مجهولة المصدر، مصطلح جديد أضيف إلى قاموس فيروس كورونا في لبنان، حيث تفيد معلومات الأو تي في أن إحدى هذه الحالات الأربعة الجديدة التي ما لبثت أن أصبحت ست تم تشخيصها عند أستاذ في سن 54 لم يسافر إلى الخارج. تم نقله من إحدى مستشفيات المتن إلى مستشفى رفيق الحريري بعدما أتت نتيجة فحصه إيجابية. وتضيف معلومات الأو تي في أنه طلب من زوجته وولديه إجراء الفحوصات أيضا. الدلع انتهى ونرفع درجة تدخلنا ومسؤوليتنا إلى مستوى أعلى، قالها وزير الصحة خلال جولة تفقدية بدأت عند الحدود الشمالية من معبر العريضة، حيث يخضع الوافدون للفحص قبل دخول الأراضي اللبنانية، لينتقل بعدها إلى مستشفى عبدالله الراس الحكومي في حلبة، ثم إلى مستشفى طرابلس الحكومي، وصولا إلى مستشفى فتوح كسروان الحكومي في البوار. الحسن شدد على أن المستشفيات الحكومية هي ملك الدولة ولا يمكن لأحد فرض شروط عليها، في توجه صريح لتجهيزها بغرف حجر صحي تحسبا لاستقبال مرضى، فكان لابد من السؤال ما إذا كانت مصادر التمويل متوفرة. كل المناطق اللي زرناها عم نحضر أقسام بمستشفيات الحكومية للحجر، والحجر مش بالضروري يكون مصاب، وإذا تبين أنه عنده إصابة يصار إلى نقل وترانسفر يروح على مستشفى رفيق الحريري الجامعي. الموضوع عندنا الهيئة للإغاثة مستعدة تساعد بجزء من النفقات الاضطرارية هي والسلف الطارئة، ولكن كمان عندنا نحن لون عم ناخده من البنك الدولي. اجتماعاتنا بهول اليومين اللي مرقوا كانت إيجابية ومثمرة، وسقف مفتوح ضمن الحاجيات لتأمين كل ما يلزم إلى المستشفيات الحكومية. لطالما رفع رئيس مجلس إدارة مستشفى البوار الحكومي الدكتور أندري زيلي الصوت للاهتمام بالمستشفى التي كانت عيون الكسروانيين والمناطق المحيطة شاخصة نحوها لما تشكله من حاجة ومرفق صحي ضروري في المنطقة، فكيف وصف الوضع؟ مجرد أنه صار في حالة بالمنطقة عملت مثل نوع من اهتمام مفاجئ بالمستشفى تنشيل ضغط عن كل العالم، بس نحن عندنا قسم من المستشفى غير مستعمل اصلا. عم يصير في استطلاع لا هيدا القسم اذا في امكانيه لتجهيزه كمنطقه حجر صحي، يعني منطقه علاجات وكذا ما لنا قادرين بالوقت الحاضر. عندنا نقص بالتجهيز، عندنا نقص بالتمريض بالجهاز التمريضي من ممرضات ومساعدين، طاقم الطبي جاهز ما عندنا مشكله بالطاقم الطبي. بعدنا بمرحله استطلاع المنطقه، استطلاع هيدا. طب في حال صار في اوت بريك، يعني صار في اعداد كثير كبيره من او اصابات كثير كبيره ما عاد عم تستوعبهم بقيه المستشفيات، نقدر نعمل مثل حجر صحي عندنا. ارقام الاصابات داخل مستشفى رفيق الحريري يتم الافصاح عنها، فسالنا وزير الصحه لماذا لا يعلن عن ارقام الاشخاص الموجودين في الحجر الصحي في المنازل ايضا. سؤال دقيق وموضوعي، وبعتقد لازم نصير نتبعه نحن بالاعلان اللي عم يطلع دائما عن وحده الترصد الوبائي بالوزاره. شكرا. حكما بس يصير مصاب عم ينقل على المستشفى، ما حدا عم بضل يتلقى علاج ببيته، بس يطلع بوزيتيف دغري مباشره عم بينقلوه عبر الصليب الاحمر اللبناني مشكورين على مستشفى رفيق الحريري الجامعي، وعم بيصار الى حجره او عزله. نحو 20 لقاحا يجرى اختبارها لفيروس كورونا عالميا، وفي انتظار النتائج يبقى الاهم اتباع الاجراءات الوقائيه. عالميا يواصل الفيروس القاتل زرع الخوف وتحذير من الضرر الذي يلحقه إقفال المدارس وحرمان ما يقارب 290 مليون شخص من حق التعليم. ومنذ بعض الوقت أعلنت وزارة الصحة المصرية أو خلال النهار أعلنت وزارة الصحة المصرية اكتشاف 12 حالة مصابة بفيروس كورونا على متن باخرة آتية من أسوان إلى الأقصر. أعلنت السلطات الصينية ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3042 شخصاً، والإصابات المؤكدة إلى 80552 حالة، وشفاء 53700 بعد معالجتهم. وأشارت اللجنة الصحية الوطنية إلى أنه تم اكتشاف 143 حالة جديدة مصابة خلال 24 ساعة الماضية، ووفاة 30 شخصاً من بينهم 29 بإقليم هوبي. وفي فرنسا تطور
سريع لانتشار الفيروس، مع تأكيد الجمعية الوطنية عن إصابة نائب عن حزب الجمهوريين وموظف بالبرلمان بالفيروس، فيما يشتبه بإصابة 3. وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من أن بلاده تسير نحو وباء لا يرحم، وسط ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 7 والإصابات إلى 423 بعد تسجيل 138 حالة جديدة أمس الخميس. بالانتقال إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ارتفع عدد الوفيات إلى 12، ومن بين الوفيات شهدت واشنطن 11 حالة، بينما وقعت حالة في كاليفورنيا، وكانت معظم حالات الإصابة التي رصدت في واشنطن مرتبطة بتفشي في منشأة تقدم الرعاية للمرضى المسنين. إلى هذا توقع عضو اللجنة الحكومية الإيرانية لمكافحة فيروس كورونا مسعود مرداني إصابة ما بين 30 إلى 40% من سكان طهران بالفيروس خلال الأسبوعين القادمين بسبب الزيارات المكثفة للمراكز الصحية. ولفت مرداني في مقابلة صحفية إلى أن مصابا واحدا بمقدوره نقل الفيروس إلى 4 أشخاص في ذات اللحظة، وبذلك من المتوقع إصابة 30 إلى 40% من سكان طهران مع حلول 20 آذار، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من الإيرانيين يراجعون المراكز الصحية والمستشفيات عند شعورهم بالإصابة بالإنفلونزا العادية، معتقدين أنها كورونا، وعلى هؤلاء الانتباه إلى ضرورة تلقي العلاج منزليا بدلا من الذهاب للمستشفيات في هذا الظرف. إلى ذلك، أعلنت السلطات في الفاتيكان عن تسجيل أول إصابة بالفيروس، كما أعلنت السلطات في صربيا تسجيل أول حالة أيضا. في السعودية، أفاد التلفزيون الإخباري الرسمي أن البلاد أعادت فتح مسجد الحرم في مدينة مكة والمسجد النبوي في المدينة بعد إغلاقهما لتعقيمهما بهدف وقف تفشي فيروس كورونا المستجد. هذا وأفادت المديرية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أنه في سياق محاولات احتواء انتشار كورونا، تسبب إغلاق المدارس في 13 دولة في تعطيل الدروس لحوالي 190 مليون طالب على مستوى العالم، وهو رقم لا سابق له، مؤكدة أننا نعمل مع دول لضمان استمرارية التعلم للجميع، وخاصة للأطفال والشباب الضعفاء، وهم الذين عادة ما يكونون الأكثر تضررا من إغلاق المدارس. إلى ذلك، وفي سياق اقتصادي، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى أن الاقتصاد الأمريكي قد يتأثر سلبا من تفشي فيروس كورونا، متوقعا تجاوزه في نهاية المطاف، ومدافعا عن طريقة تعامله مع الأزمة. نعود إلى النشرة وفيها بعد الفاصل. تكريم مراسلات ومراسلي الأو تي في. أهلا بكم من جديد، وإلى آخر أخبار مواقع التواصل مع الزميلة ربا الفرن. مساء الخير. تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيل فيديو بيظهر فيه شاروق بحري بعرض البحر مقابل شاطئ نهر الكلب. بعد مرور حوالي شهرين على حادثة فيلا نانسي عجرم، نقل جثمان القتيل إلى دمشق بسيارة خاصة. بحسب ما أعلنته المحامية رهاب بيطار، أنه هلال الأحمر السوري رفض نقل جثمان محمد الموسى من الحدود اللبنانية السورية بحجة عدم الاختصاص، وشاركت بتغريدة أخرى مقطع فيديو ظهرت فيه والدة القتيل السوري بأول لقاء لها بابنها منذ وفاته. بوم! إجراءات غريبة بمطاعم الصين لمنع انتشار فيروس كورونا، شخص واحد لكل طاولة، ودوريات لحراس الأمن خلال تناول الطعام. نبقى بالصين، قصة شعر بعيدة المسافة، طريقة مبتكرة لدى الحلاقين بالصين بظل كورونا. We'll be right back.
هالخبر بنوصل لختام جولتنا لقونا بكرة بنفس الموعد ولكن ما أخبار جديدة. اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر تكرم مراسلات ومراسلي الأو تي في. مراسلو الأو تي في جنود الحرية الذين عايشوا كل أشكال العنف الفكري والقمع في ساحات الاعتصام خلال تغطياتهم المهنية أضافوا في الساعات الماضية درعا جديدا إلى مسيرتهم، هذه المرة من قبل اللجنة المركزية لشؤون المرأة في التيار الوطني الحر، وذلك من ضمن سلسلة فعالياتها لمناسبة يوم المرأة العالمي. أنا قالوا لي أبشع العبارات وأكيد كلكم عرفتوها، من أهم يعني أنه أنا المذيعة المستفزة. أنا كنت أطرح سؤال وحقي قول اللي بدي إياه وأطرح السؤال اللي بدي إياه وهن حقهم يجاوبوا. نحن عم نقاتل باللحم الحي، يلي ما كان يعرف شو يعني اللحم الحي بتصور من بعد 17 تشرين عارف شو يعني نقاتل باللحم الحي. دائما منردد يلي قاله الرئيس ميشيل عون وقتها كان الجنرال ميشيل عون انه نحن لا عمالة ولا عمولة ولا دم علينا. نحن من خلال تغطيتنا زرعنا محبة وحاولنا نفرجي صورتنا الحقيقية اللي هن بكتير أوقات ما كان بدهم يشوفوها بس انجبروا يشوفوها من خلال يمكن سلوكنا بمحل معين. قدرنا نفرض احترامنا وصاروا بمحل معين يحترمونا لأنه نحن فرضنا عليهم هيدا الشيء. ولا مرة كان هين طريقنا، عطول كان طريقنا صعب وتعرضنا للي تعرضنا له وبعدنا عم نتعرض غيمة ورح تمرق. وأكيد هيدا الموضوع أنا مبسوط فيه لأن رجعنا تكتفنا ورجعنا عصبنا رجع قوي أكتر من قبل وأكيد ما في شي بيوقفنا. أما التنمر هو ما بيبين إلا عن إفلاس صاحبه اللي ما بيقدر يحكي لا بالقناعة ولا يستعمل لغة العقل فهو بيلجأ للشتيمة وللأذى. بأسف أنه بال2020 عم نشوف أنه هيدا النوع من التنمر كان عم بيصدر عن سيدات أكثر ما عم بيصدر عن رجال وبحق صبايا ومن سيدات ونفترض أنه هن يكونوا عم بيحضروا لجيل المستقبل. وفي سياق محاضرة عن التنمر وتأكيد على مواصلة المسيرة رغم كل الصعاب، وكان من الواجب علينا كلجنة مرأة نكون واقفين لجانب كل شخص تم التعرض لإله ونقول له الأشخاص اللي ما عندهم ثقة بنفسهم على الإطلاق هن اللي بيتنمروا علينا لأنه خايفين منا ومنكن ولأنه نحنا وإنتو عنا شيء هن ما بيملكوه وهيدا اللي رح يخليهم يضايقونا باستمرار. الأو تي في رح تضل صوت الحقيقة وصوت الحرية وسقفة الوحيد وحدة لبنان وسيادته واستقلاله وخط الأحمر الوحيد فخامة الرئيس العماد ميشيل عون. وبدأ أشكركم. وقد حضر الحفل جمع تقدمه نائبة رئيس التيار الوطني الحر مارتين نجم كتيلي ومدير الأخبار والبرامج السياسية في الأو تي في جاد أبو جودة. في النشرة بعد الفاصل، لبنان يتقدم على تايلاند في كأس ديفيس. أهلا بكم من جديد في الرياضة. لبنان يتقدم على تايلاند في كأس ديفيس و11 فوتبول برو بطل لبنان للإناث في كرة القدم وكرة الطاولة لهيئة قضاء عليه في التيار الوطني الحر. تقدم لبنان على تايلاند 1-0 باليوم الأول من لقاء ضمن المجموعة الأسيوية الأوكيانية الأولى لمسابقة كيس ديفيس بالتنس بينما عطل الشتاء المباراة الثانية. اللاعب اللبناني بنجامين حسن المصنف أول بالفريق اللبناني ربح على التايلاندي جيرات سوم بون المصنف ثاني بسهولة 6-1 6-2 بظرف ساعة وخمس دقائق بحضور رئيس الاتحاد اللبناني للعبة أوليفر فيصل وأعضاء الاتحاد. المباراة الثانية اللي كانت مقررة بين التايلاندي ويشاوا ترونك شايكول المصنف أول بفريقه واللبناني حسن إبراهيم لم تقم بسبب الأمطار الغزيرة اللي هطلت على ملاعب النادي اللبناني للسيارات والسياحة الأتس. دي برنامج بكرة السبت الافتتاح الرسمي الساعة 10 صباحا يلي مباراة الفردي المؤجلة من اليوم فمباراة الزوجي ومن ثم مباريات الفردي. بذكر أنه الفائز من هالمواجهة بين لبنان وتايلاند رح يبقى بالمجموعة الأوكيانية الأسيوية الأولى والخاسر سيهبط إلى المجموعة الثانية.
أحرز فريق 11 فوتبول برو لقب بطولة لبنان للإناث تحت 15 سنة بالفوتبول رغم خسارته المباراة الأخيرة ضمن المرحلة 14 قدام فريق نجوم الجنوب 1-2 بسور. وتوج 11 فوتبول برو باللقب بفارق الأهداف والمواجهات عن نجوم الجنوب برصيد 38 نقطة بينما ربح 11 برو 8-1 ذهابا. وسجلت لنجوم الجنوب ليا هاشم ودعاء قبيسي ولـ 11 فوتبول برو إيفلينا حداد. وسلم رئيس اتحاد الجنوب الفرعي حسين عواضة كاس البطولة لكابتن 11 برو كريستي معلوف، كما وزعت ميداليات ذهبية على الفريق الأول وفضية للفريق الثاني. ونالت لاعبة نجوم الجنوب ليا هاشم جائزة هدافة البطولة برصيد 43 هدف. نظمت هيئة قضاء علي بالتيار الوطني الحر بالتعاون مع لجنة الشباب بالقضاء دورة بكرة الطاولة بمركز القضاء. شارك فيها النواب سيزار أبي خليل، الدكتور إدغار ترابلسي، فريد بستاني وألان عون، كما شارك فيها عدد من منسئي المناطق والقطاعات بالتيار الوطني الحر. وأحرز منسق قضاء جبيل أديب جبران المركز الأول، وحل منسق قضاء بعبدة بشارة أبي جرجس بالمركز الثاني، ومنسق قضاء جزين جورج نمر بالمركز الثالث. وبعد نهاية المباريات يلي استمرت طيلة النهار تم توزيع ميداليات على الفائزين. والآن إلى الأحوال الجوية. مساء الخير. الطقس المتقلب رح يستمر لبكرة السبت خاصة بالقسم الأول من النهار ليعود ويتحسن طقسنا تدريجيا وبيستمر مستقر ودافئ مع ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة بين الأحد والثلاثة. إذن لبكرة جونا غائم جزئيا إلى غائم مع تساقط للأمطار المتفرقة وكيف رح تتسجل درجات الحرارة ببعض المناطق اللبنانية منشوف سوا. نبدأ من شمال عكر عم بتسجل 16 درجة، طرابلس 18، العاصمة بيروت وصور عم بيسجلوا 19 درجة، ننتقل إلى بعلبك اللي عم بتسجل 15، اللقلوق 8، زحل 15 وجزين 13 درجة. نسبة رطوبة الساحل عم بتوصل لـ 75%، الرياح جنوبية غربية بتتراوح سرعتها بين 20 و 30 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمنخفض ارتفاع الموج. إذن كيف يكفي طقسنا للأيام القادمة؟ للسبت جونا بيستمر غائم جزئيا إلى غائم ومتقلب خاصة بالقسم الأول من النهار ودرجات الحرارة بتستقر على 19 درجة ساحلا. للأحد والتنين جونا بيعود مستقر قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة واللي بتكون فوق معدلات الموسمية خاصة لنهار التنين وبتسجل 21 درجة لنهار الأحد وبترتفع ل 23 درجة لنهار التنين. للتلاتة جونا مستقر غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة بسبب الرياح الشمالية الغربية القادمة من تركيا لا تستقر على 20 درجة ساحلا. وصلنا إلى ختام صفحة الأحوال الجوية لليلة. لقونا كل يوم وبذات الوقت لآخر أخبار الطقس في لبنان. تصبحوا على خير. ومع الأحوال الجوية نصل إلى ختام نشرة الأخبار. للمزيد تابعونا عبر فيسبوك وتويتر واوتيفي.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء دقائق، ونبقى مع حلقة جديدة من رح نبقى سوا.